أهلا بكم. ثورة تشرين بين حكم الشعب وحكم الميليشيات، كيف كشفت هذه الثورة انتماء العراقيين العميق لوطنهم وتبعية الميليشيات لإيران؟ ثورة تشرين بين دولة الشعب ودولة الميليشيات، إلى أي مدى أسقطت ثورة تشرين أسطورة الميليشيات المدعومة إيرانيا والموالية لطهران؟ وكيف أظهرت ثورة تشرين حقيقة الميليشيات التي تقتل العراقيين وفضحت ادعاءاتها بالحماية؟ ألم يقدم الاحتلال الأمريكي والمنظومة السياسية التي خرج العراقيون مطالبين بإسقاطها بعد 17 سنة من الخراب والسرقات والتدخور والقمع؟ ألم يقدم الاحتلال دولة ميليشيات في العراق بعد تدمير مؤسساته وحل الجيش؟ أليس دمج الميليشيات بالقوات الحكومية مخططاً للتغيير الديموغرافي لحساب المشروع الإيراني؟ هل باتت ثورة تشرين تهدد المشروع الأمريكي الذي يتوافق مع المشروع الإيراني في العراق حتى ضاقت الأحزاب ذرعاً بهذه التظاهرات السلمية ليتم ارتكاب المجازر ضدها ومحاولة التآمر عليها وعلى سلميتها؟ هل بات العراقيون وحدهم من يملك حسم صراع النفوذ والمضي بالعراق نحو مستقبل جديد لا تتحكم به طهران أو واشنطن؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام على هذه الحلقة وحلقات وصور التآمر من قبل الأحزاب والميليشيات المدعومة إيرانيا على ثورة تشرين السلمية التي يقودها العراقيون. كونوا معنا بعد هذا التقرير. كلما وقعت مجزرة جديدة للمتظاهرين السلميين في العراق خرج السياسيون ليحملوا المسؤولية ذلك القاتل الذي يزعمونه مجهولا ويراه العراقيون واضحا وضوح الشمس في صيف العراق اللاهب. صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها ذكرت أن كثيرا من السياسيين في العراق يترددون في تحديد هوية الميليشيات المتورطة بقمع التظاهرات ويكتفون بالإشارة إلى ما يسمونه الطرف الثالث، إلا أن أكثر هؤلاء السياسيين يعلمون أن ميليشيات كالعصائب والخراسان وحزب الله وسرايا عاشوراء وغيرها من المجموعات المدعومة من إيران هي ذلك الطرف الثالث المتورط في إراقة دماء العراقيين. أما المتظاهرون فيرون الأحزاب وسياسييها لا يألون جهداً في إخفاء جرائم الميليشيات المتنفذة. كيف لا والأحزاب في العراق باتت تمثل أذرعاً سياسية لتلك الميليشيات الموالية للنظام الإيراني، ولذلك يطالب العراقيون بإسقاطها وإسقاط النظام السياسي الذي أفقد العراق السيادة والاستقلال. ولأن نظام الحكم في إيران بات يشعر بمدى الخطر الذي تمثله تظاهرات ثورة تشرين على نفوذه في العراق، فقد أوعز لميليشياته في العراق بقمع المتظاهرين وإنهاء محاولات المنتفضين لإنقاذ وطنهم من هوة التبعية لنظام طهران. فانطلقت الميليشيات منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات خطفا وتعذيبا وقتلا، إلا أن مجزرة جسر مرآب السنك كانت إذانا بدخول العنف الموجه على المتظاهرين السلميين مرحلة جديدة. صور هذا الدم. فمجزرة ساحة الخلاني والسنك كشفت عن أن إيران وميليشياتها ضاقوا ذرعا بالثورة ومتظاهريها، وكشفت عن أن الثورة باتت تمثل تهديدا خطيرا للنفوذ الإيراني الذي ظل مسيطرا على المشهدين السياسي والأمني في العراق منذ الغزو الأمريكي، مما يعني أن المعركة بين العراقيين والاحتلال الإيراني باتت في مراحلها الأخيرة، وأن العراقيين وحدهم يملكون حسم تلك المعركة والمضي بالعراق نحو مستقبل جديد لا تتحكم فيه طهران أو واشنطن. إذن نسلط الضوء في هذه الحلقة على مآلات ثورة تشرين وكيف أسهمت الميليشيات التي
أسسها الاحتلال الأمريكي خلال هذه المرحلة في دعم النفوذ الإيراني وكذلك دعم النفوذ الأمريكي في الثورة التي ترفض وجودهما معا في العراق. أرحب بالعميد ركن حاتم الفلاحي، أو العقيد ركن عفوا حاتم الفلاحي، الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. مرحبا بك سيادة العقيد ركن. أهلا وسهلا، يا مرحبا. وأرحب بالأستاذ حسين العليان الباحث السياسي، ينضم معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ حسين مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالدكتور علي الربيعي أستاذ الفكر السياسي في جامعة أبردين البريطانية. دكتور علي مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بضيوفي الكرام. أبدأ معك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. حل الجيش العراقي تأسيس الميليشيات كانت منذ بدايات الاحتلال الأمريكي للعراق. الآن هل ترى أن هذه المرحلة قد آتت أكلها بتحقيق الأهداف الأمريكية، الوقوف بوجه أي تغيير للنفوذ الأمريكي وإن كان بالتوافق الإيراني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا أعتقد بأنه احتلال العراق عام 2003 شكل مرحلة مفصلية في بدء التغلغل الإيراني إلى العراق من خلال مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية التي بنيت بعد عام 2003. هذا التغلغل أخذ مراحل متعددة. المرحلة الأولى هي مرحلة الاحتلال، المرحلة الثانية هي مرحلة تفجيرات سامراء عام 2006 والتي اعترف القائد الأمريكي كيسي عام 2017 في إحدى الندوات في فرنسا بأنه من قام بهذا التفجير هي إيران، وكانت هذه الدوافع هي دوافع طائفية لغرض إجراء تخندق طائفي بشكل أكبر في العراق ودفع العراق إلى الحرب الأهلية. هذه كانت مرحلة مفصلية. أيضا المرحلة الثالثة هي مرحلة عام 2011 وهي الانسحاب الأمريكي من العراق، تاركين العراق أو لملء الفراغ من قبل إيران بشكل كبير جدا، وهذا ما حصل بعد عام 2011. المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة عام 2014 ودخول تنظيم الدولة، عندما دخلت إيران بكل ما أوتيت من قوة ومن ثقل لدعم هذه الميليشيات في العراق. والمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة عام 2018 بوصول الميليشيات إلى سدة الحكم في العراق وتشكيل حكومة عادل عبد المهدي. إذن نحن نقول بأن هذه المراحل الرئيسية يمكن أن نقول للتغلغل الإيراني داخل العراق ولدعم الميليشيات الموجودة. أنا أعتقد بأنه بعد احتلال العراق عام 2003 أصبح العراق هو المرتكز الأساسي للنفوذ الإيراني في المنطقة، والتي أعلنت من خلال المادة 154 في الدستور الإيراني بأنه إيران لها الحق أن تتدخل لحماية المستضعفين، والشعارات التي رفعتها الآن لحماية المقدسات وحماية الشيعة وتحرير القدس وما إلى ذلك من شعارات. جميع هذه الشعارات الآن استهلكت في مظاهرات تشرين. الآن من يدافع عن الشيعة في الفترة الماضية الآن هو من يقتلهم في ساحات التظاهر. الآن هذه الميليشيات التي قدمت نفسها على أنها حامية للشيعة وحامية للمقدسات هي من تقتل الآن الشباب الشيعي بدم بارد. هناك انقلاب كامل للحاضنة الاجتماعية في المناطق أو في مناطق النفوذ الشيعية في جنوب العراق وفي بغداد. هذه الحاضنة التي كانت داعمة للسلطة منذ عام 2003 إلى اليوم هي الآن هي ما تنقلب على هذه الأحزاب، أحزاب السلطة، وعلى الميليشيات المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا وحولت العراق إلى دولة فاشلة. إذن أنا أقول بأنه الميليشيات والنفوذ الإيراني، ما يحصل في العراق الآن هو انقلاب. الآن النفوذ الإيراني في العراق يتقهقر ويترنح، هناك ضربات كبيرة جدا لهذا النفوذ، هناك حرق لصور المرشد الأعلى، هناك حرق للعلم الإيراني، هناك حرق للقنصليات الإيرانية في 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 في, في كربلاء وفي النجف، هناك تظاهرات عارمة تنطلق في محافظات الجنوب في البصرة وفي ميسان وفي كربلاء وفي النجف وفي بابل وفي السماوة وفي الناصرية تنادي بخروج الاحتلال الإيراني من العراق. إذن أنا أعتقد بأنه وصلنا إلى مرحلة نستطيع أن نقول هي مفصلية من تاريخ العراق بإنهاء أو بدء نهاية النفوذ الإيراني في العراق التي تتمثل بوجود الميليشيات في سدة الحكم. نعم. أرحب بالدكتور علي الربيعي أستاذ الفكر السياسي في جامعة أبردين البريطانية. دكتور علي مرحبا بك. يعني ما يحصل في العراق الآن هو انقلاب على النفوذ الإيراني مثلما تحدث العقيد ركن حاتم الفلاحي. الكثير من مظاهر وصور هذه الثورة في المحافظات الجنوبية تمثلت أيضا بإحراق صور خامنئي، تمثلت بإحراق العلم الإيراني والقنصليات الإيرانية في المحافظات الجنوبية. هناك مطالبات منذ انطلاق الثورة
بضرورة إخراج النفوذ الإيراني وطرد المحتل الإيراني من العراق. ما هي أبرز المشاهد التي كشفت عنها ثورة تشرين بحسب مشاهداتكم عن يعني تبعية الميليشيات الموجودة في العراق لإيران؟ ابتداء أرحب بك وبضيوفك الكرام. الحقيقة أنه بهذه المناسبة يعني تعازينا لكل الشهداء الذين وقعوا قتلى جراء ما تقوم به الميليشيات من تقتيل وتقتيل العراقيين، خاصة الناشطين الذين يطمحون إلى بلد حر، عراق حر. الحقيقة الوجود الإيراني بالعراق هو أكبر من أن يوصف بأنه نفوذ، أكبر من أن يوصف بأنه تدخل. الحقيقة أرى أن هناك دولة إيرانية في العراق، هذه الدولة الإيرانية في العراق متمثلة في هيئات سياسية وهيئات مسلحة وهيئات إدارية وهيئات يعني في داخل هيكل الدولة العراقية تماما. هنا الدولة إيرانية كاملة في العراق. يعني إذا ما أخذنا مسافة أولا، ابتداء ما أخذنا مسافة من الموضوع، الحقيقة لو كنت أنا صانع القرار السياسي الإيراني لمزقت العراق تمزيقا طبيعي. دولة حربت 8 سنوات ودولة تمثل تهديد، أراها تمثل تهديد لإيران، حاربتني كذا هذا حرف، فبالتالي أنا لازم أخوض حرب ضد هذه الدولة. فعلا أكو صفحة من السياسات الثائرية بالعقلية السياسية الشرق أوسطية الإيرانية بالنزعة الإيرانية للتوسع. النزعة الإيرانية للتوسع إذن موجودة دائما. المشكلة في ضعف الدولة العراقية، هذه تشكيل تكوين هذه الدولة الإيرانية له في العراق تفكيكها كان يعني قبل شهرين حالة تبدو مستعصية نهائيا، يعني صعبة جدا. إلا أنه هذا هذه الثورة التشرين وما جاءت به من أهداف ومن منطلقات من طموحات من تطلعات من رغبات من مواقف سياسية للشعب العراقي عبرت عن أنه هذه الدولة لا بدأت تتفكك وبدأت تتفكك. هذه الأحزاب التي تم رعايتها من قبل إيران الحقيقة تفقد حوامل الاجتماعية وتفقد شرعيتها في عيون العراقيين، تفقد طبعا فقدت شرعيتها السياسية أصلا وفقدت شرعيتها الأخلاقية قطعا بسبب القتل والتقتيل. الحديث على أن هناك طرف ثالث يقتل العراقيين هذا أصبح يعني كلام يعني كلام أقرب يعني للمزحة، لأنه لا يوجد طرف ثالث. هناك جهة هي جهة الميليشيات وهذه الميليشيات هي في الحكومة. الطرف الثالث هو الميليشيات المدعومة من إيران. نعم، الطرف الثالث هو الميليشيات بشكل مباشر المدعومة من إيران. الحقيقة أنا أرى أنه هذه الميليشيات هي ليست ميليشيات طرف ثالث، هي جزء من الحكومة، هي جزء من الأحزاب. الأحزاب الحاكمة لديها أذرع وزيها ميليشيات، بمعنى هذه كل الميليشيات هي لديها أعضاء في البرلمان وعندها وزراء ولديها حكومة، فإذا هي الحكومة هي حكومة ميليشيات أصلا. يعني الحكومة هي جزء من الميليشيات، وإلا كان على الحكومة مسؤولية سياسية والقانونية حماية، أحد أهم مسؤولياتها حماية أرواح العراقيين. بما أن الحكومة متواطئة وأجهزة الحكومة متواطئة والحكومة جزء من هذا الذي تقتل العراقيين، إذن طرف يعني طرف الشعب العراقي وحكومة الميليشيات. ابقى معي دكتور علي الربيعي لو سمحت، ورحب بالسيد حسين العليان الباحث السياسي. استاذ حسين مرحبا بك. اهلا ومرحبا. مع فقدان الاحزاب يعني امام ما تسمى بالحاضنه، هي قدمت نفسها يعني حاميه ومدافعه عن ما سمتها الحاضنه لها، الان فقدت الاحزاب شرعيتها من خلال هذه التظاهرات السلميه. يعني من وجهة نظركم هذه الميليشيات وأسطورة الميليشيات المدعومة من إيران، هل باتت الآن في مرمى العالم؟ هل باتت الآن في مرمى العراقيين من حيث الرفض؟ أنا أعتقد أن الميليشيات اليوم هي في أضعف أحوال وتشكل يزداد خطرها كلما ازداد الضعف، لأنها ستقاتل بالوكالة حتى النهاية، وهنا خطر.
يعني والدفع باتجاه تحول التظاهرات الى مجابهه عسكريه هي رغبه ميليشياويه تلقى دعما من الخارج لتبرير مزيد من القتل ومزيد من المعارك ودخول حرب انابه عن طرف ثالث او عن طرف يدعم الميليشيات في دول الزوار. المشكلة اليوم أنه الإرادة العراقية طوال 16 عاما الإرادة الشعبية العامة إرادة الشعب العراق كانت مشتتة الولاءات فيما مضى منقسمة مغيبة، اليوم هي متحدة، والحاضنة الأساسية للنظام السياسي اليوم كما ذكر ضيفك هي تنقلب اليوم على هذا النظام السياسي لأنها اكتشفت عقم هذا النظام السياسي وأنه هذا لن يؤدي لا إلى إعمار البلد ولا إلى بناء الديمقراطية ولا إلى بناء يعني مجتمع ولا بناء الوطن. وبالتالي اليوم في متغير جديد مهم اسمه الشعب العراقي، كان مغيب لأسباب كثيرة ذكرناها قبل قليل. هذا الوجود اليوم في الشارع يشكل خطر ليس على الجوار والميليشيات فقط، ستجد هناك تحالفا أمريكيا مع الميليشيات وحكومة بغداد لدعمها، لأنه أن يستعيد شعب العراق عافية الوطن وأن يستعيد دور الوطن ويستعيد ثروات الوطن ويسقط المحاصصة ويسقط التدخلات والأجندات الخارجية، هذا فعل سيحدث زلزالا إقليميا دوليا. وبالتالي ما يقوم به اليوم شعب العراق هو يعني تغيير لخرائط وموازين قوة في المنطقة، هذا غير مرغوب فيه من أغلب دول الجوار ومن أغلب الوضع الدولي. لذلك ترى مجلس الأمن وما يسمى بالشرعية الدولية أكثر من 70 يوم لم يتحرك أي تحرك باتجاه دعم شعب العراق. هناك مجازر ترتكب كل يوم، لو ارتكب 1% من تلك المجازر في مناطق أخرى لأقامت الدنيا ولم تقعدها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست أقل شرا من الوجود الميليشياوي المدعوم من الجوار الإيراني. وبالتالي إذا اليوم في تحييد في الخطاب في التظاهرات تحييد للولايات المتحدة، ليس ذلك معنى أن ذلك أن المظاهرات أمريكية كما يزعم البعض أو يروج بعض الإعلام. ابقى معي أستاذ حسين العليان لو سمحت، أعود إليك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي. بلا شك أن هذه المرحلة يعني تطرح عدة أسئلة حول الأهداف الاستراتيجية التي دمجت بها الميليشيات في القوات الحكومية. يعني كما هو معلوم يعني حل الجيش العراقي ثم تشكيل هذه الميليشيات ثم بعد ذلك جاءت مرحلة دمج هذه الميليشيات. ما الأهداف الاستراتيجية التي تحققت من دمج هذه الميليشيات وما الغايات منها؟ نعم، بداية أقول في عام 2003 يعني تم إصدار قرار من مجلس الأمن المرقم 1483 في 22 أيار بأنه العراق أصبح دولة محتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. في يوم 23 أصدر الحاكم برايمر أمرا أو البيان أو الرقم 1 بحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، وأصبح العراق يعني حدود العراق أصبحت مفتوحة للجميع بما فيها النفوذ الإيراني للتغلغل داخل العراق. إضافة إلى هذا تم إصدار أمر بدمج الميليشيات التي كانت في إيران من خلال تشكيل الجيش العراقي الجديد الذي شكل في عام 2003 بإصدار أمر من الحاكم برايمر أيضا بتشكيل الجيش العراقي الجديد في 7 آب عام 2003. الإشكال اللي موجود بأنه منظمة بدر، حزب الدعوة، حزب الله العراقي، المؤتمر، الوفاق، الحزبين الكردية، الحزب الإسلامي العراقي، كل هؤلاء تقريبا 9 ميليشيات، هذه الميليشيات أصبحت هي النواة لتشكيل الجيش العراقي الجديد. عندما نتكلم عن الأجهزة الأمنية ونتكلم عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية نجد بأن النواة الأساسية التي شكلت منها هذه الأجهزة
هي من بدر ومن الدعوة ومن الميليشيات التي كانت تتواجد في إيران، وبالتالي سيطرت هذه الميليشيات على المفاصل المهمة في هذه الأجهزة. يعني الآن عندما نأتي إلى وزارة الداخلية نقول بأنه الثقل الرئيسي لمنظمة بدر هو في وزارة الداخلية، لأنه الأعداد الكبيرة التي دمجت في بداية تشكيل وزارة الداخلية كانت من منظمة بدر، وبالتالي هناك إشكال حقيقي في مسألة دمج الميليشيات في تلك الفترة. عندما تدمج هذه الميليشيات يجب أن تنتهي من المشهد العراقي، ولكن المشكلة بأنهم دمجوا الكثير منها وبقيت هذه الميليشيات قائمة. والدليل على هذا بأنه عندما حصلت تفجيرات سامراء في عام 2006 رأينا كيف كان القتل وكيف حرق المساجد والتهجير القسري والقتل على الهوية وكثير من الأعمال الإجرامية التي ارتكبت في تلك الفترة. ومنهجها كان نعم بحيث العصائب، ومع عصائب كانت ضمن جيش المهدي وضمن سرايا السلام الذي يطلق عليه. جميع هذه الميليشيات شاركت في عملية القتل الممنهج التي جرت في تلك الفترة في بغداد والكثير من المحافظات التي كان فيها هناك من أهل السنة التي يقتلون في تلك الأماكن. إذن نحن نقول بأن هذه الميليشيات حتى عندما دمجت لم تنتهي من المشهد العراقي، بل استمرت إلى حد عام 2011. يعني كان هناك عملية خطف لمهندسين بريطانيين في عام 2008 من قبل عصائب أهل الحق في كربلاء. هناك إشكال كبير جدا في وجود هذه المشاكل. حتى في عام 2012-2013 الكثير من هذه الميليشيات شاركت مع الجيش العراقي في الفلوجة، وشاركت مع الجيش العراقي في مجازر التي ارتكبت في سارية، في ديالة، وفي سجن المفرق، والكثير من في الفلوجة وفي الرمادي. شاركت هذه الميليشيات مشاركة فعالة، وكانت تستعرض في بغداد على مرأة ومسمع من حكومة المالكي، لأنه تواطأت معها السلطة التنفيذية بكل ما أوتيت من قوة، بحيث أعطت هذه الميليشيات الذريعة وأعطتها الغطاء القانوني لكي تعيد ترتيبها وتنظيمها مرة أخرى. حتى وصلنا إلى عام 2014 عندما صدرت الفتوى التي صدرت من المرجع مرجعية النجف بأنه دعم الأجهزة الأمنية، ومع هذا تم تحريف الفتوى، وذلك عن طريق تشكيل جسد آخر أضيف إلى القوات المسلحة اللي هو ميليشيات الحشد الشعبي. هذه الميليشيات أصلاً هي عند الفتوى كانت لدعم الأجهزة الأمنية، لم تكن لتشكيل جسد جديد. نحن الآن نتكلم عند الأجهزة الأمنية في العراق، نتكلم عن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة إرهاب، البيشمركة، ونتكلم عن الحشد الشعبي. ثلاثة أجهزة لا تعمل ضمن منظومة القائد العام للقوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع والداخلية، وإنما تعمل بصورة منفردة، وهذا إشكال حقيقي. يعني هذا ترهل في الدولة وفي أجهزة الدولة الأمنية، هذا يخصم القرار، هذا يسبب إشكالات في مسألة القيادة والسيطرة. وبالتالي نحن الآن أمام سطوة كبيرة لهذه الميليشيات. الآن الحشد الشعبي يقوم ببناء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة، هناك تشكيل لقيادة قوة جوية، هناك تشكيل لقيادة قوة بحرية. ماذا يعني توصيف يعني القائد العام للقوات المسلحة إذا كانت هناك ثلاثة أجهزة لا تعمل ضمن إمرته وضمن دائرته؟ لا، المشكلة بأنهم يتكلمون عن طرف ثالث. يعني عندما نتكلم الآن عن بغداد نتكلم عن أربع خطوط دفاعية، نتكلم عن قوات الرد السريع لوزارة الداخلية، ونتكلم قوات مكافحة الشغب، ونتكلم عن الشرطة المحلية، ونتكلم عن الشرطة الاتحادية، ثم بعد ذلك نتكلم عن جهاز مكافحة الإرهاب، ونتكلم عن قيادة قوات بغداد. جميع هذه القطاعات تتواجد في بغداد فقط، عدا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية الموجودة والأمن الوطني وما إلى ذلك. هناك آلاف من الكاميرات تصور مدينة بغداد تقريبا بالكامل. من أين يأتي هذا الطرف الثالث لكي يقدم على القتل وعلى الاغتيال وعلى الخطف، ثم ذلك يتكلم الحكومة تقول طرف ثالث؟ لا يوجد طرف ثالث. هل يخافون أن يقولوا ميليشيات مدعومة من إيران أو بشكل مباشر يصحون عنها؟ الجميع الآن، هذا النظام السياسي المتواجد في العراق لا يمكن له أن يقوم بتفكيك نفسه، لأنه هذه النخبة السياسية جميعها هي فاسدة منذ عام 2003 وأوصلت العراق إلى دولة فاشلة. وبالتالي أي عملية تغيير يقوم بها هذا النظام بمعنى أنه سيفكك نفسه، وهذا ما لا يرضونه. لقد تمسكوا بحكومة عبد المهدي من خلال المشورة التي قدمها سليماني، وتمسكت به الميليشيات، ولولا إصرار ساحات التظاهر على استقالة عبد المهدي لم يستقيل عبد المهدي. وبالتالي نحن أمام إشكال حقيقي. يعني نحن نقول بأن
أنه من يسيطر على الوضع في العراق هي هذه الميليشيات، هي التي تقتل وتخطف وتقوم بعمليات الاغتيال على مرأى ومسمع الجميع. وهناك صمت للقضاء، هناك صمت للبرلمان، هناك صمت للسلطة التنفيذية برئاسة الوزراء وكافة أجهزتها، لأنه لا أحد يتكلم عن عمليات قتل المتظاهرين، ولم يحال أحد إلى المحاكم. يعني حتى جميل الشمري عندما ارتكب المجزرة بمقتل أكثر من 47 واحد وجرح أكثر من 300 واحد من أهل النصرية، ماذا فعلوا له؟ لحد هذه اللحظة لا أحد يعرف ما هذه الإجراءات. تم إصدار أمر إلقاء القبض، ولكن هل نفذ أمر إلقاء القبض؟ لا أحد يعرف. هذه ستحول إلى الإجراءات السابقة في مجزرة سارية ومجزرة الحويجة ومجزرة الفلوجة ومجزرة الرمادي. نستطيع القول أن دمج الميليشيات كان يعني أداة من أدوات التغيير الديموغرافي في العراق؟ نعم أكيد، مسألة الدمج فيها إشكالات كبيرة جدا. والآن يعني حقيقة ما يجري من ضعف للأجهزة الأمنية هو بسبب عمليات الدمج التي جرت، سواء كانت في القرار رقم 91 الذي صدر في عام 2004، أو بالقرارات التي صدرت بعد ذلك من خلال تغول هذه الأجهزة الميليشيات في الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية. نعم، بالعودة إليك دكتور علي ربيعي أستاذ الفكر السياسي في جامعة أبردين، يعني استمعت إلى ما تفضل به العقيد ركن حاتم الفلاحي، إلى أي مدى ترى أن هذه الثورة، ثورة تشرين، قد أسقطت كل معالم النفوذ الميليشياوي التابع لإيران، أو أسقطت أسطورة الميليشيات المدعومة من إيران من خلال مشاهداتكم ومن خلال ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي؟ الحقيقة ما تفضل به سيادة العقيد الفلاحي هو عين الحقيقة وعين الصواب ومطابق للمجريات الفعلية على الأرض. الميليشيات ثورة جاءت طبعا تقدم أو تطرح أو تريد بديلا لكل الذي تحدث عنه السادة المشاهدين في البرنامج، وهو حكم الميليشيات. الميليشيات الحقيقة وجودها بنتائج ليس فقط يعني نتائج بمعنى أنه سياسة تقتيل القائمة الآن، ولكن يمنع قيام دولة وطنية حديثة في العراق. يعني لا يمكن قيام دولة حديثة وطنية حديثة بمؤسسات حديثة وهناك يعني أجهزة وجماعات مسلحة خارج الأطر القانونية للدولة. إذن تمنع قيام دولة حديثة، إذن الميليشيات تمنع ما يسمى بحصر العنف الشرعي بيد حكومة وطنية. الميليشيات تلغي إمكانية قيام نظام دستوري في العراق، إذن تمنع قيام دولة، تمنع قيام حكومة شرعية بمعنى تمتلك الحق العنف الشرعي، تمنع قيام حكم للقانون. هذه بالتالي تمنع حتى أن تدار عملية اقتصادية من قبل الحكومة في البرلمان، وتمنع أن يكون هناك برلمان عراقي يمثل المجتمع العراقي، يمثل يعني شرائح المجتمع العراقي. أما هذا البرلمان العراق هو برلمان أصلاً في عيون العراقيين هو برلمان تزوير، لأنه نسبة المشاركة لم تصل إلى نسبة 18-17%. يعني جاء في ظروف، يعني في ظروف ضغط وفي ظروف معروفة، يعني منعت الناس من الذهاب للانتخابات، وأصل العراقيين يعني ما مثل ما يقولون غسلوا ايديهم من هذا البرلمان ومن حكومته. والدليل يعني الدليل على هذا الشيء يذكر انه يقولون انه رئيس الجمهوريه يسال عن الكتله الاكبر، هو الحقيقه لانه لم يكن هناك اي حديث عن كتله اكبر. طيب. في حينها لان الحديث عن الكتله الاكبر كان عود على اساس هو يشوف يعني يطرح فكره، يطرح اسم رئيس الوزراء، انه اسم رئيس الوزراء جاء من خارج قصه البرلمان. ابقى معي دكتور علي ربيعي. أستاذ حسين عليان الباحث السياسي، يعني كما هو معلوم يعني الاحتلال الأمريكي من المفترض أنه قد خرج من العراق عام 2011، ولكن البعض يرى والكثير من المراقبين والمحللين يرون أن الاحتلال الأمريكي باقي إلى الآن، والدليل أن الرئيس الأمريكي أو وزير خارجية الولايات المتحدة عندما يزور قاعدة عين الأسد لا يعلم به رئيس الوزراء ولا تعلم الحكومة أيضا بوصوله إلا بإرسال برقية أنه نحن موجودين في العراق. يعني هل هذا يؤشر على أن التظاهرات الآن هي مراقبة من قبل الولايات المتحدة، صانعة العملية السياسية وصانعة الميليشيات في العراق، وهي مهددة الآن للوجود أو على الأقل للمشروعين الأمريكي والإيراني؟
هو بالتأكيد، لأنه الأجندة الأمريكية لا زالت حتى اللحظة في حالة تخادم مع النظام الإيراني. يعني هناك وفاق وهناك صراع في العراق بين الأمريكي والإيراني، ويعبر عن تلك السياسة سياسة تخادم. أحيانا إذا ترى المشهد بشكل دقيق، شوف النظام السياسي العقيم الفاسد في بغداد يتهم المظاهرات بأنها تحريك أمريكي، أو جزء كبير من النظام السياسي يعتبرها تحريك، سيما أصحاب الميليشيات وأصحاب الأجندة الإيرانية المباشرة. وفي نفس الوقت هذا النظام السياسي يرحب بعلاقة وطيدة مع الولايات المتحدة، ويترك أبواب العراق مسرعة للولايات المتحدة. يعني هناك واضح أنه في مساحة من الخلاف والوفاق على شكل العراق ومستقبل هذا العراق، وكلاهما متضرر من أن يستعيد شعب العراق عافيته ويستعيد بلده وسيادته وثرواته. كلاهما يحاول أن يدخل المجابهة لمنع ذلك. الولايات المتحدة هي من أطاحت في العراق ووصلت لنتائج أو لتحقيق غاية الحرب، أبعدت هذا العراق من التوازن الإقليمي واستبيح العراق. اليوم العراق مستباح، لا أحد. طيب إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة مجابهة مع الميليشيات ومن يدعمها، والميليشيات مسيطرة على النظام السياسي والبرلمان والحكومة التنفيذية، لماذا لا تطالب بخروج القوات الأمريكية؟ لماذا لا تعترض على وجود الأمريكان إذا ما كانوا كليهما في حالة وفاق وتفاهم وتآمر على شعب العراق وقضية العراق؟ المشهد في بغداد، الأمريكان يديرون أزمة ولا يحلون أزمة، وليسوا معنيين أصلا بقضايا العراق، وليسوا معنيين بقصة شعب العراق. من هنا يعني أحيانا الواحد يعتب على بعض الأصوات التي تحاول أن تستفيد من الوضع الدولي أو مساعدة أمريكا في هذا الموضوع. أمريكا في العراق هي شر مطلق كما إيران. نعم، إليك أستاذ حاتم الفلاحي، كيف تعلق على ما تحدث به أستاذ حسين عليان؟ نعم، بداية دعني أشير إلى انتخابات عام 2018 وماذا صرح محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني. قال: لقد تغلبنا على أمريكا في العراق 3-0، في إشارة واضحة إلى الرئاسات الثلاث التي وصلوا إليها، اللي قصد رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. النفوذ الإيراني وصل إلى مرحلة في عام 2018 إلى مرحلة بأنه بدأ يتحكم في مسألة من يكون رئيس وزراء ومن يكون رئيس جمهورية ومن يكون رئيس برلمان، بحيث النفوذ الأمريكي بعد عام 2011، والتي اعتبره الكثير من الخبراء بأن عملية الانسحاب الأمريكي كانت خطأ استراتيجي كبير من العراق، وبالتالي هناك مشروعان الآن يتصارعان سواء كان في المنطقة أو كان في العراق، المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني، وهناك حرب بالوكالة، وهناك ضربات لمواقع الحشد الشعبي تتم من قبل طائرات مسيرة غير معروفة، وهناك اتهامات إلى إسرائيل بأنها هي من قامت بهذه الضربات. وبالتالي هناك حقيقة إشكال حقيقي في مسألة الآن أمريكا تستثمر هذه المظاهرات في العراق لإضعاف النفوذ الإيراني أو إخراج النفوذ الإيراني. هذه الأدوات الإيرانية التي كانت تهدد بها في العراق وتهدد بها في لبنان وتهدد بها في اليمن، هناك الآن انقلاب للحاضنة الشعبية على هذه الأدوات المتواجدة في هذه الدول، وبالتالي هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأنه الداخل الإيراني الآن بدأ يتزحزح بشكل كبير جدا. هناك مظاهرات انطلقت في أكثر من 189 مدينة إيرانية، وهناك إشكال حقيقي تعانيه إيران الآن حتى في الداخل، وهذا سيجبر إيران على الانكفاء إلى الداخل في الفترة المقبلة. وهناك أيضا تهديد للنفوذ الإيراني في المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ينتهي النفوذ الإيراني في العراق، ولكن بشرط أن تأتي حكومة تكون ضمن الشروط الأمريكية، أن لا تأتي حكومة أيضا تكون خارج السيطرة الأمريكية. وبالتالي نحن نقول منذ البداية أن هناك تخادم أمريكي إيراني، والدليل على هذا بأنه عندما فاز علاوي عام 2010 تم تولية المالكي، لأنه كانت هناك صفقة الملف النووي الإيراني، وتم الاتفاق ما بين الإدارة الأمريكية والإيرانية على تمرير صفقة الملف النووي مقابل تسليم دفة الحكم مرة أخرى أو بفترة أخرى للمالكي، وهذا ما جعله يأخذ 4 سنوات أخرى. إذن هناك إشكال حقيقي. نحن في العراق نحن نريد ماذا يقول العراق، ماذا تقول هذه المظاهرات. أما بالنسبة للمصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية، أنا أعتقد بأنها الآن أصبحت غير مقبولة بشكل كامل. يعني حتى عندما نتكلم الآن
عن 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 الإشكال اللي موجود الآن، هل هناك دعم خارجي لهذه المظاهرات؟ هذه المظاهرات خرجت نتيجة المآسي ونتيجة الفقر والبطالة والفساد الذي استمر منذ عام 2003 إلى عام 2019. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي في كل ما جرى في العراق، لأنها هي كانت من تسيطر، وهي من كانت تتحكم في الملف العراقي، وهي وإيران. وبالتالي نحن نعاني من إشكال حقيقي ما بين الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني للعراق حتى وصلنا إلى عام 2019. التوافقات الأمريكية الإيرانية على الملف النووي أدت بالنفوذ الإيراني المستشري الآن في العراق، هل من وجهة نظرك أن إيران ممكن أن تتنازل عن العراق بهذه السهولة؟ يعني عندما يتحدث الأستاذ حسين العليان على أن ما يقوم به الشعب هو تغيير لخرائط وموازين القوى في المنطقة بتظاهرات سلمية، هل ممكن أن تتنازل إيران عن العراق بهذه السهولة؟ نعم، دعني أتكلم هنا بواقعية. يعني النفوذ الإيراني متجذر وعميق ومتشعب في العراق وله خطوط كثيرة. يعني النفوذ الإيراني عندما جاء إلى العراق لم يأتي بنفوذ عسكري فقط، هناك بعد سياسي وهناك بعد اقتصادي بربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني، ورأينا كيف حرقت المزروعات وكيف قطعت الأنهار عن العراق في سبيل إضعاف الزراعة في العراق، وكيف حرقت المعامل للاعتماد على ما يتم تصديره من إيران، لأنها تعتبر العراق هو الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها إيران الآن. إضافة إلى هذا هناك بعد عقدي ومذهبي، ونرى بأن إيران دفعت في الفترة السابقة الكثير من رجال الدين ورجال الفكر والإعلام والسياسة، دفعتهم إلى العراق لفتح مدارس دينية وفتح وعملية السياحة الدينية وما إلى ذلك. هناك تشعب للنفوذ الإيراني بشكل كبير جدا، هذا يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى سياسات، ويحتاج إلى مراحل وتوقيتات. أنا أعتقد بأنه الآن هو عملية انقلاب، الآن نحن في مرحلة ثورة، هذه الثورة الآن تريد أن تثبت بأنها يجب أن تنقلب على الواقع الموجود، ولكن هذا التجذر للنفوذ الإيراني سيحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى آليات لكي ينتهي هذا النفوذ الإيراني بشكل كبير جدا. أضف إلى هذا بأنه لا زالت إيران تمسك بزمام القوة في العراق من خلال ميليشيات الحشد الشعبي، هذه الميليشيات التي قدمت نفسها إنها حامية للعراقيين طوال الفترة الماضية، الآن بدأوا يقتلون هذه الحاضنة، بدأوا يستخدمون السلاح، لأنه تقاطعت المصالح ما بين الميليشيات وما بين ما يريده الشعب، هذا الشعب الذي صمت طوال المدة الماضية حتى وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها في العراق، وبذلك خرج، لأنه في كل الأحوال الإشكال كبير جدا، هناك تضييق، هناك سيطرة للأحزاب الحاكمة، هناك فساد تديره الحكومة المركزية عن طريق الوزارات وعن طريق المحافظات التي سيطرت عليها هذه الأحزاب. نحن أمام إشكال كبير جدا. الآن ما يجري في العراق حقيقة هو ثورة كاملة وانقلاب كامل ضد النفوذ الإيراني بما فيها الميليشيات المسلحة التي قدمت نفسها إنها حامية للشيعة في الفترة الماضية. نعم. دكتور علي الربيعي، يعني من وجهة نظرك العالم هناك في أوروبا كيف ينظر إلى الميليشيات وهي تقتل العراقيين؟ يعني هل من المعقول أن المجتمع الدولي تحرك بالكل على موضوع على داعش وما جرى في العراق من عمليات ما تسمى بعمليات التحرير، وشكلت الجيوش وشكلت الألوية من أجل تحرير هذه المناطق، الآن الميليشيات وهي تقتل العراقيين على هذا النحو في تظاهرات سلمية، كيف ينظر العالم هناك في أوروبا إلى ثورة تشرين وعمليات القتل التي يباد بها الثوار والمتظاهرون السلميون في العراق؟ طبعا، لانه قضيه العراق من المنظور الغربي قضيه مركبه معقده، لذلك المنظور لها عده مستويات. اولا هناك المستوى الصحافي والاعلام المستقل، وبالتالي هذا يعني يشير دائما في تقارير اخباريه الى ما يجري في العراق من من من, من عنف وتقتيل واعتداءات وانتهاكات لحقوق الانسان في العراق، هذا من جهه. من جهه اخرى هناك تحركات على المستوى السياسي في اللي حصل لبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إنه راضين لما يجري من عنف في العراق ثانيا، لكن هذا التحركات حتى الآن في أوروبا محدودة بسبب يعود السبب الأساسي إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، موقف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلى محددات لحد الآن لم يحدث تغيير جدي جذري عميق آخر ومختلف عن موقف الولايات المتحدة
في منذ احتلال العراق حتى اليوم. نعم ربما مع إدارة ترامب بعض التغيرات سأشير إليها، ولكن ما هي يعني الأهداف الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، وما علاقة إيران بهذه الأهداف، وبالتالي ما علاقة كل هذا بحقيقة ما جرى وما يجري؟ طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية لها ثلاث أهداف استراتيجية، ثلاث أهداف كبرى في العراق. أولاً تفكيك الدولة العراقية، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك reconstruction of Iraq، تفكيك الدولة العراقية. ثم قامت بإلغاء فكرة أكو شعب بالعراق، إلغاء فكرة النيشن العراقي، إلغت فكرة الشعب العراقي لصالح مكونات، ثم بنت ما تسميه بالعملية السياسية القائمة على آليات عقيمة تنتج الفساد وعدم بناء الدولة والتخطيط. وجود إيران، حضور إيران، فتح المجال لإيران. تعرف قبل الاحتلال كان لا يمكن أن يدخل أرنب من إيران ويعبر الحدود للعراق، لكن بعد أن فككت الدولة العراقية الولايات المتحدة الأمريكية وفسحت مجالا للنفوذ الإيراني، وكان الإيران في ذلك الحين يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح لهم الطريق، تفتح لهم المجال ليزدادوا نفوذا في العراق، هذا ما يساعد على أولا زيادة وضع الحاجز النفسي بين ما يسمونه مكونات الشعب العراقي ولغورات ومتطلبات الحرب الطائفية، وليساهم في يعني إلغاء فكرة الشعب العراقي، ويساهم في مزيد لتفكيك الدولة العراقية. إذن حضور إيران والنفوذ الإيراني في العراق هو جزء فاعل في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها عداء مع حكومة في بغداد، لا، هي لديها عداء مع الشعب العراقي. نعم واضح. بمعنى أنه نعم ابقى معي. نعم دكتور علي ربيع، عذرا منك ابقى معي لو سمحت، انتقل للاستاذ حسين العليان. استاذ حسين، يعني الاحزاب والميليشيات مصره على استخدام ذات الاسلوب بالقمع والقتل للمتظاهرين بشتى الوسائل، ما تداعيات ذلك على مسار الثوره السلميه؟ يعني قبل ان اجيبك على هذا السؤال بس خليني اعلق على دكتور ربيع من لندن. نعم تفضل. الحقيقه انتفاضة تشرين وثورة تشرين اليوم أصبحت ثورة ولم تعد انتفاضة فقط. نعم. أسقطت كل البديهيات التي ارتكزت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من حيث تقسيم العراق، لأنه كان الأساس في الموضوع أن تقسم المجتمع ثم تقسم الجغرافيا السياسية. أثبت المتظاهرون أن العراق عاصي على التقسيم والفدرالة، وأن هذا النظام السياسي اللي صاغه الأمريكي وراق للعديد من الدول بات غير ممكن أن يعني أن ينمو أو يعيش في العراق. هاي حقيقة يجب أن نتأكد منها، وكنا على قناعة من اليوم الأول أن الفيدرالية والتقسيم بعيدة عن العراق، لأنه لم يشهد تاريخ العراق أي تقسيم أو أكثر من دولة مركزية في وحدة الجغرافية. نعم واضح. أستاذ حسين، يعني هناك محاولات للتآمر على سلمية التظاهرات، ما تداعياتها من وجهة نظرك؟ هل ستنجح هذه المحاولات في سحب البساط من تحت أقدام سلمية التظاهرات؟ من اختطاف وقتل وإبادة عائلات بكاملها، بالأمس القريب قتلت عائلة كاملة، استهداف الناشطين والإعلاميين والنخب، كل هذا دليل ضعف تلك الميليشيات ومحاولات كائسة لكبح جماح الثورة. لم يتعلموا من التجارب ولا من التاريخ أن الشعوب إذا انطلقت في ثورتها لن يوقفها القمع. القمع سيزيد اشتعال المواجهات وسيزيد الناس إصرارا، وأنت تلمس وأنت إعلامي وترى الساحات تصر على مواصلة الثورة كلما ازداد العنف، لكن الطرف الآخر ليس لديه حلولا غير العنف ولا في إمكانية إلا أن يهزم في الساحات. نعم هناك محاولات فعلية. نعم ابقى معي. شكرا لك أستاذ حسين العليان، نعتذر منك. يعني محاولات كثيرة لجر التظاهرات السلمية إلى العنف، محاولات لتشويه التظاهرات مثل ما حصل في ساحة الوثبة كما تعلم، يعني من وجهة نظرك هل ستنجح هذه المحاولات مع ازدياد زخم التظاهرات وإصرار المتظاهرين على سلميتها؟ نعم، منذ البداية المتظاهرين رفعوا بأن هذه المظاهرات هي مظاهرات سلمية،
ليس فيها هناك استخدام للقوة، لأنه الانزلاق نحو القوة لا يخدم أهداف المتظاهرين، وبالتالي طرحت منذ البداية بأن هذه المظاهرات سلمية، ولكن من يريد أن يخرج هذه المظاهرات عن سياقها التي خرجت به هي الميليشيات والحكومة الموجودة. كما تعلم عذرا للمقاطعة، يعني نعم، الميليشيات هي مدعومة إيرانيا، إيران لها باع طويل في قمع التظاهرات، وأيضا لديها الكثير من الوسائل من أجل يعني تشويه صورة المتظاهرين أو الثوار. نعم لا شك، يعني ممكن أن تنجح. لا شك يعني أنه إيران والنظام الموجود الحاكم في العراق هم الاثنين، يعني نرى كيف تعاملوا مع المظاهرات في إيران وانظر كيف تعاملوا مع المظاهرات الموجودة في العراق، استخدام القوة المفرطة، قطع الانترنت، حظر التجوال وما إلى ذلك من الأمور التي استخدمت، الغاز المسيل للدموع، وهذا كيف استخدمت بضرب مباشر على الرأس وعلى مناطق حساسة في جسم الإنسان. أنا أعتقد بأنه حتى الموقف الرسمي الذي خرج من المرشد ومن خطيب جمعة طهران عندما قال بأن هؤلاء شيعة الإنجليز هو موقف عدائي من المظاهرات منذ اليوم الأول، وبالتالي حتى السلطة حاولت أن تقول بأن هذه مؤامرة خارجية وهناك مندسين، ولكن لم يقولوا لنا من هم المندسين ولم يقولوا لنا من هم المتآمرين، من يقتل هم المتظاهرين السلميين، لم يقتل أحد من غيرهم، يعني 1000 شهيد. نعم نعم، وأعداد كبيرة جدا من الجرحى والمعتقلين لحد هذه اللحظة. أنا أعتقد بأنه مسألة إخراج المظاهرات عن سلميتها لكي يبررون القمع الحكومي لهذه المظاهرات، وبالتالي هم يريدون لهذه المظاهرات أن تنزلق إلى القوة، ولكن القدرات العسكرية المتظاهرين هي أصلا معدومة، لا يمكن أن ينزلقون إلى القوة لأنها لا تخدم أهداف المظاهرات التي خرجت من أجلها. كيف تنظر، يعني عذرا للمقاطعة، يعني التظاهرات الآن ليس لها قيادات محددة، والدليل يعني والمبرر هو يعني الخوف من استهداف هذه القيادات، ولكن مع يعني انعدام هذه التنسيقيات ما بين المحافظات وانعدام وجود القيادات أيضا لهذه التظاهرات، ألا ترى أن هناك حلقات ضعف ربما هي من مصلحة الميليشيات والأحزاب الآن؟ نعم، هم يقولون هكذا، يقولون بأن هذه المظاهرات التي خرجت ليست لها قيادة وليست هناك رؤية موحدة لهذه المظاهرات، ولكن أنا أقول بأن عملية استمرار المظاهرات طوال هذه المدة رغم القتل والتضييق الحكومي والإجراءات التي استخدمت ضدهم، ولا زالت هذه المظاهرات ثابتة وراسخة وقوية وشرسة لحد هذه اللحظة، هي أصلا موطن قوة لهذه المظاهرات. المتظاهرين هم فاقدين الثقة بهذه السلطة الحاكمة لأنه لا تريد التغيير، لا السلطة التنفيذية، لأن عملية التغيير هي عملية إزالة السلطة التشريعية والتنفيذية في العراق بما فيها مجلس النواب، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. إذن هناك إشكال حقيقي بأن هذه السلطات تتواطأ على قتل المتظاهرين وتحاول أن لا تعطي شيء، تحاول أن تماطل، تحاول أن تستخدم الوقت للمماطلة، تحاول التسويف، تحاول شراء الولاءات، تحاول الاغتيالات التي نفذت على كثير من النشطاء، الاعتقال وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن جميع هذه المحاولات هي لإضعاف هذه المظاهرات، لأما حتى ادعائهم بأن هذه المظاهرات لم يستطيعوا أن يتهمون هذه المظاهرات بأنهم من البعثية، لأنه الجيل الذي خرج لهذه المظاهرات أعمارهم تتراوح ما بين 15 وما بين 25 سنة، يعني هو من جيل الاحتلال، كما أنه المظاهرات خرجت فيها مدارس وجامعات وجميع شرائح المجتمع العراقي. لا يمكن لك أن تأتي الآن لكي تتهم الشعب العراقي كله بأنه مندس وكله متآمر على هذه الحكومة. هناك إشكال حقيقي بأن السلطة تحاول أن تجد مبررات كثيرة لكي تستخدم العنف ضد المتظاهرين، ولكنها لم تنجح لحد هذه اللحظة. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، شكرا لك. نشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الرباعي أستاذ الفكر السياسي في جامعة أبردين البريطانية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لك. وشكر موصول أيضا للسيد حسين العليان الباحث السياسي، كان معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لكم ضيوفي الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى حلقات أخرى في أمان الله.